جريمة التزوير. اليوم رح نضوي عليها وعلى استعمال المزور من الجرائم الجزئية تعتبر التي أفرد لها القانون العقوبات السوري فصل خاص ونص عليها في المواد 443 إلى 461. أكيد يا رشا، واختلف الوصف الجرمي والعقاب في هي الجريمة بحسب طبيعة الصك المزور وصفة الشخص القائم بالتزوير. شو هي جريمة التزوير وشو هي أركانها وعقوبة المزور بالقانون السوري؟ معلومات قانونية ونصائح رح خبرنا عنها ضيفنا لليوم المحامي حسان دغيب. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. صباح الخير لكم ولجميع الساده المشاهدين. اهلا وسهلا استاذ حسان، نورت صباحنا. اهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن حاله شائعه بالمجتمع السوري رغم كل القوانين والتحذيرات والعقوبات، ولكن اليوم في اشخاص لهلا عم تكون ضحيه لهذا التزوير. بدايه خلينا نروح للتعريف، شو بنقصد اليوم بالتزوير؟ موضوع التزوير بشكل عام احنا اليوم للاسف وحده من مفرزات الحرب على اي دوله، تكثر المشاكل تكثر الازمات. وحده من المشاكل اللي بتكثر خليني نسميها خلاف الازمه هي موضوع التزوير. التزوير هو تغيير للحقيقه بشكل عام، بشكل مختصر هو تغيير او تحريف للحقيقه. عرف الماده او من قانون العقوبات الماده 443 مثل ما تفضلتي حضرتك بالبدايه، عرف التزوير انه هو كل فعل يحرف، فعل مفتعل يحرف الحقيقه في بيانات وارده في صك من الصكوك مراد اثباتها، ويؤدي الى ضرر مادي او معنوي او اجتماعي. بمعنى اخر هو تغيير لحقيقه صك من الصكوك أو مخطوطات أو مستند مكتوب بإحدى الوسائل مهما كانت الوسيلة، هذه الوسيلة تؤدي إلى ضرر للطرف الآخر طبعا. فالقانون هون حصر لي موضوع التزوير بصك أو بمخطوط أو بشيء مستند مكتوب، مثل عقد البيع. أنا اليوم لما بكتب عقد بيع أنا وشخص ما عقد بيع شقة سكنية لنفترض، اليوم أي عقار أي شقة سكنية في له رقم، مثلا العقار رقم 1000 على 1 1000 على 2، فأنا بجي بزور بعقد البيع الأساسي مثلا عوض ما أكتب 1000 على 1 بساويها 1000 على 2، فتغير الوصف، تغيرت الشقة السكنية موضوع العقد. فهذا الموضوع أو هذا الحكي اسمه تزوير. أحيانا في عنا تزوير وثائق رسمية مثل وكالة الكاتب بالعدل أحيانا، أو مثلا حكم المحكمة. فالموضوع التزوير اليوم أو اللي بدنا نحكي عنه هو التزوير المنصب على سند مكتوب أو وثيقة مكتوبة أو مخطوط أو محرر نحن عم نسميه. طيب خلينا نعرف أكثر من حضرتك شو هي أركان التزوير وشو هي الشروط. تماما. هلا أركان التزوير أي جريمة اليوم في لها ركنين، ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي يتمثل بهو الفعل الذي يؤدي إلى تغيير الحقيقة على مستند أو على محرر أو على مخطوط، يؤدي إلى نتيجة ضارة بأحد الأشخاص. النتيجة الضارة إما أن تكون ضرر مادي أو معنوي أو ضرر اجتماعي. من البداية هو فعل يغير الحقيقة. طيب في عنا اليوم جرائم ممكن تبادر على أذهاننا، طبعا هو فعل إيجابي. شو يعني فعل إيجابي؟ يعني لابد من حركة لجرم التزوير حتى يعد اسمه جرم. طيب ممكن يتبادر على أذهاننا اليوم أنه في جرائم بدون فعل إيجابي بفعل سلبي، طبعا في عنا جرائم بفعل سلبي مثل الأم التي تمتنع عن إرضاع وليدها فيموت الولد، لك الأم أنا ما عملت شيء بس ما رضعته، عملي سلبي. طبعا هي جريمة يعاقب عليها القانون. أو الطبيب الذي يمتنع عن مداواة المصاب بقول لك أنا ما عملت شيء فعلي سلبي، هذا الفعل السلبي هو جريمة يعاقب عليها القانون. ففعل التزوير هو فعل إيجابي وليس فعل سلبي، لا بد من فعل إيجابي. الموضوع الآخر هو يغير الحقيقة. نحن إذا بتلاحظي عم نفصل التعريف تبع جرم التزوير، يغير الحقيقة. فأي فعل لا يغير الحقيقة لا يسمى تزوير. طبعا هذا تغيير الحقيقة لا بد أن يكون على مستند مكتوب، على محرر، على مخطوط، على شيء وثيقة رسمية أو وثيقة عادية مكتوبة. طبعا من خلال هذا الحكي احنا يخرج عن نطاق هذا الجرم أي تغيير للقول أو للفعل. يعني مثلا أحد الأشخاص غير حقيقة قول أو فعل، احنا هم نروح على جرم آخر غير جرم التزوير، ممكن يكون جرم اليمين الكاذبة أو الشهادة الكاذبة. أيضا يخرج عن هذا النطاق موضوع تزوير الأموال أو الأختام أو الماركات. نحن اليوم كثير بنسمع زور عملة، زور مصاري،
زور ختم هذا يخرج عن نطاق التزوير. نحن العرف الجاري الحكي المحكي العوام يقول منقول انه غير او زور، نحن هذا الموضوع ما له تزوير، هذا اسمه تزييف بالقانون طبعا. ولا بد لهذه لموضوع تغيير الحقيقه الى فعل ضار مادي او معنوي او اجتماعي. طبعا العمل الضار او النتيجه الضاره الماديه ممكن احد الاشخاص يخسر نتيجه هذا التزوير، يخسر مال او نقود، او خساره معنويه ينسب اليه كلام هو ما قاله، فهذا الحكي على مستند مكتوب، فهذا الكلام يؤدي إلى خسارة معنوية. طب شو هي الخسارة الاجتماعية أو الضرر الاجتماعي؟ هو زعزعة الثقة، خاصة لما أنا بزور مستند رسمي يخرج عن مؤسسة، عن مؤسسة الدولة، مثل مثلا إخراج القيد العقاري لأي عقار لما أنا بزوره، فيؤدي إلى عدم الاستقرار أو الثقة، تتزعزع ثقة المجتمع بمؤسسة الدولة لما أنا بكون في عندي اليوم تحريف بأحد المستندات. طبعا يقع أو تقع النتيجة سواء كان في ضرر أو كان احتمالية الضرر، أو كان سواء كان الضرر يسير أو كبير. يعني مثلا اليوم نحن التزوير، فعل التزوير إذا زورنا بمستند ولكن كانت نتيجة الضارة تبعه يسيرة، هل لابد أن يعاقب عليه الشخص ولو كان الضرر يسيرا؟ طبعا هي بالنسبة للركن المادي. بالنسبة للركن المعنوي، جرم التزوير هو من الجرائم المقصودة دائما. في عنا كمان جرائم أحيانا بتكون غير مقصودة، حتى جريمة القتل كتير بنسمع بجريمة قتل خطأ أو جريمة قتل غير مقصودة. طب نسمع عن جرم تزوير غير مقصود، لابد لجرم التزوير أن يكون مقصود تماما. طبعا يتطلب توافر ركنين، الركن المادي هو القصد العام والقصد الخاص. القصد اللي هو النية الجرمية، يعني الشخص المزور أو الذي يقوم بجرم التزوير بده يكون عالم وإرادته تذهب إلى النتيجة والفعل أو إلى الفعل والنتيجة، أنا هلأ عم زور وبعرف شو نتيجة عملي. القصد الخاص اللي هو تحقيق الغاية من جرم التزوير. طبعا احنا أحيانا في عنا وثائق احد الاشخاص ما بدي لك بزور موضوع، احيانا مثلا صدرت وثيقه عن الدوله، لنفترض انا اسمي حسان، لنفترض مثلا شهاده جامعيه صدرت باسم حسن، بيجي انا بضيف الالف من حالي، هل هذا يعد تزوير؟ اذا رجعنا للتعريف لا يعد تزوير، لانه ما غير الحقيقه، الحقيقه انا حسان ولست حسن، ولكن هذا جرم اخر غير التزوير. انا الاحرى فيه ارجع على الجامعه، الجهة مصدرت الوثيقة لتصحيح الخطأ المادي الوارد بهذه الوثيقة. طيب أستاذ حسان، اليوم خلينا نروح للعقوبات وعقوبة المزور في القانون السوري، واليوم هي لأي محكمة تتبع؟ تماما، موضوع العقوبات اختلفت. احنا في عنا تزوير جنائي، في عنا تزوير جنحوي، حتى احنا في عنا موضوع الشخص الذي يقوم بالتزوير يختلف عقوبته عن مثلا اذا موظف عام يقوم بجرم التزوير تختلف عقوبته عن الشخص العادي. بس بالبدايه خليني نوه لموضوع، شو يعني شخص عادي وشخص عام؟ مثلا الموظف العام، الموظف العام اللي هو مثلا مثل الكاتب بالعدل، أوكي. عمله كله منحصر تقريبا باصدار او بتنظيم وكالات، فخطورة العمل تبعه أو خطورة قيامه بفعل التزوير أخطر من الشخص العادي. يعني اليوم إذا كاتب عدل لنفترض أو موظف عام بإحدى مؤسسات الدولة مثل الموظف بالطابو مثلا، خلينا نحكي زور إخراج قيد عقاري، أو الكاتب بالعدل زور وكالة، هذا التزوير خطورته أكبر من تزوير الفعل الشخص العادي. طبعا احنا في عنا حالات يعفى فيها الشخص من العقوبة، احنا بدنا نحكي اليوم عن التزوير واستعمار المزور، لأنه استعمار المزور يختلف كليا عن موضوع التزوير عن الفعل الأول. في عنا اليوم الشخص يلي بيزور قام بفعل التزوير ولكن قبل أن يستعمر المزور وقبل أن تقوم الملاحقة بحقه يعترف، هذا الاعتراف بفيده بمانع عقابي يعفى من العقوبة. إذا لحنا زورنا أو اليوم الشخص قام بتزوير ولكن قبل استعمار المزور وقبل الملاحقة القضائية اعترف هذا الشخص، يستفيد من مانع عقاب، فاعترافه فاده. عنا أحيانا موضوع شخص ما قام بعملية تزوير واستعمر المزور ولكن قبل الملاحقة القضائية أو قبل اكتشاف موضوع التزوير اعترف، فهذا يستفيد من ما بدي لك من مانع عقاب، وإنما تكون عقوبة مخففة. أسباب التخفيف نحن بهذا الموضوع. كمان تندرج العقوبات حسب جسامة
التزوير، لانه في مثل ما عم لك نحن في عندنا عقوبات جنائيه عقوبات جمحويه، فاختلف الموضوع حسب جسامه او خطوره التزوير او حسب الشخص الذي قام بفعل التزوير، فقد تكون عقوبه جمحويه 6 أشهر او حتى 3 سنوات، واحيانا قد تمتد العقوبه الى 10 سنوات، فحسب موضوع التزوير بالشخص وجسامه الجنايات. تماما، الجنايات قد تمتد ما بين 3 سنوات لحتى 15 عام. تمام استاذ حسان، خلال حديثك ذكرت بمصطلح التزييف وقلت انه التزييف ممكن هو بيفرق عن التزوير، خبرنا اكثر عنهم كمفهوم وشو الفرق بيناتهم. تعريفهم، انواعهم، او حتى العقوبه كمان ممكن تفرق، خبرنا اكثر. هلا موضوع التزوير وموضوع التزييف كلمتين او مترابطتين، او نحن بشكل عام بنحسهم قراب كثير على بعضهم، وهن حتى بيحملوا احيانا نفس المعنى يلي هو العبث بوثيقة أو بمستند. فالتزوير والتزييف هو العبث بمستند أو مخطوط أو صك، ولكن يختلف التزوير عن التزييف. مثل ما حكينا التزوير هو تحريف للحقيقة، تحريف مفتعل للحقيقة بمستند ما، سواء بالإضافة سواء بالإزالة. هلا إذا بتلاحظي اليوم أي مؤسسة دولة عم تاخدي من عندها أي وثيقة منها بتنتبهي بتديري بالك عليها، الحك فيها كولكتر مثلا، إضافة إزالة، هذا يؤدي إلى تزوير. بينما التزييف هو خلق مستند جديد يشبه المستند الحقيقي والادعاء بصحته. فمعناها ينتج عنا التزوير هو المستند ذاته اللي احنا عم نضيف له او عم نسبب له حك او ثقب تماما، فهذا يؤدي الى تزويره. بينما التزييف هو خلق مستند جديد غير الاصلي والادعاء بصحته. طبعا كمان في عنا شغله اللي هو بس حابب نوه على فكره المزور، من قام بفعل التزوير ومن قام بفعل استعمال المزور. المزور يلي هو بيقوم بفعل التزوير يلي هو بيغير الحقيقة. مثل أنا مثلا اليوم موظف بالطابو عم بستخرج قيد عقاري، فبزور برقم العقار مثلا، فأنا هون زورت. بينما استعمال المزور هو جرم قائم بحد ذاته يختلف عن الجرم الأول، وإن كانت العقوبة وإن كانت العقوبة تساوي فعل المزور. أنا اليوم موظف عام، استخرجت لك إخراج قيد عقاري لشقة سكنية مزور، أنا قمت بفعل التزوير وسلمتك يا حضرتك، تعلم علم اليقين أنه هذا إخراج قيد مزور، رحت استعملتي قدمتي على محكمة عم تطلبي تثبيت بيع الشقة السكنية الوارد رقمها بالقيد العقاري المزور، فهذا اسمه استعمال مزور. فأنا جرم وأنت جرم، ولكن نفس العقوبة. تماما. فأحيانا بيكون الشخص الذي قام بالتزوير والذي استعمل المزور شخص واحد، ممكن أنا أقوم بهذا الفعل استخرج إخراج القيد العقاري وأدمره للمحكمة، أحيانا بيكون المزور غير مستعمل المزور، هيك عقوبتك بتكون 2. تماما، تكون عقوبة مشددة. اسمها تزوير واستعمال مزور. طيب تماما حسان، احنا بنعرف دائما انه القانون السوري يعني شرع ووضع كثير من القوانين لحماية المواطن. اليوم بنهاية فقرتنا بعض النصائح القانونية لحماية انفسنا، يعني كرمال ما نكون ضحية لموضوع التزوير. تماما، للأسف نحن مثل ما حكينا بالبداية التزوير هو من مفرزات الحرب، من مفرزات أي أزمة بتكثر المشاكل من ضمنهم موضوع التزوير. نحن لازم نضوي على مجموعة من التوجيهات مثل ما تفضلتي حضرتك يلي كثير من الناس تغفل عنها. أول وحدة، اليوم لابد من تنظيم ضبط بفقدان أي وثيقة أو مستند شخصي أو ذات قيمة، مثلا هوية شخصية، البطاقة الشخصية أو دفتر خدمة العلم. أنا كثير ناس اليوم بتقول لك أنا هويتي ضايعة من أشهر وما بعرف وينها. طب هذا الحكي بشكل خطر عليك، ممكن أي شخص وجد الهوية يستخدمها بأي مجال آخر يضرك بتزوير. هي واحد. اثنين، اليوم أي وثيقة أنا اللي بدي أمضي عليها ما بصير اترك اي فراغ ما بين الفقرات، ما بين مواد الماده 1 2 3 4، ما بصير اترك اي مجال للاضافه بعد ما انا وقع، ما بصير اترك اي مجال فراغ، لازم اعبي الفراغ. اذا ما في كتابه مكتوبه سكر انا هذا الفراغ حتى بعد الموضوع الامضاء، سواء بالتوقيع ما يصير اضافات. نعم. الموضوع الثالث اللي هو بدي احكي عنه شوي هو موضوع التزوير المعنوي. التزوير المعنوي حتى انا ما اوقع بموضوع مشكله التزوير المعنوي، اي عقد انا اليوم بدي امضي عليه لابد من قراءته وتفهمه، أعرف كل بنوده وكل كلمة واردة فيه، بعدين أنا بمضي على هذا العقد. أكيد. التزوير المعنوي هو بيكون بخلاف التزوير المادي، وإن كانت النتيجة أو العقوبة واحدة. التزوير المعنوي بيكون بتزوير غير وارد على مستند
على ذات المستند، وإنما بيغير حقيقة، بيغير ضابط هذا أو هذا المستند. مثلا أنا اليوم بالمحكمة لنفترض الكاتب عم يكتب مثلا قدم خصمي دفوع، أنا أعارض وأنكر دفوعه، فكاتب المحكمة شو كتب؟ كتب أنا أصادق، غير لي المعنى، بينما هو المستند ما في أي إضافة أو إزالة أو أي حق، فإثباته صعب. فأنا لهيك عم نوه اليوم أي عقد أو أي مستند أنا بدي أمضي عليه لابد من تفهيمه قراءته بتمعن. أكيد يعني طول الحديث عن هيدا الموضوع وأهميته، ولكن دي الوقت لازم نختم مع حضرتك. بدنا نشكرك كثير أستاذ حسان، وأكيد بنتمنى يمكن يكون في وعي قانوني أكثر عند الناس كرمال ما يوقعوا نتيجة النصب والاحتيال وأكيد التزوير. أهلا شكرا كثير لكم. شكرا أستاذ حسان لحضورك اليوم ولكل النصائح القانونية اللي قدمتها. يعني اليوم الموضوع أعطيته حقه، وقدرنا هيك نوصل إن شاء الله الصورة الواضحة لكل حدا ورافقنا. شكرا لحضرتك. شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية.